السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعينا على اليوتيوب، عن أبي مسعود رضي الله عنه. وأبي مسعود ليس هو ابن مسعود، لأن أبي مسعود هو أبي مسعود البدري عقبة بن عمرو. المهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فافعل ما شئت. يعني إيه الكلام ده؟ معنى هذا الحديث أن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي مما وصل الناس وبلغهم من كلام الأنبياء السابقين، هذه الجملة إذا لم تستحي. الحياء هو خلق موجود فيا وفيك وفي كل البشر. الأطفال الصغيرين بنجد عندهم حياء، ومن ربيه على الحياء نجد عندهم حياء، ولا ينزع الإنسان الحياء منه إلا إذا تبجح وتم تشجيعه على هذا التبجح. والحياء لا يعني أن الإنسان يكون منغلق على نفسه أو لا يقول الحق، بالعكس هذا الحياء يدفعه لأن يقول الحق. المهم، الحياء هو خلق يدعوني إلى فعل الخير والبعد عن الشر، هو فعل كل ما هو مستحب والبعد عن كل ما هو منكر. الحياء في حديث آخر: الحياء شعبة من شعب الإيمان. فالحياء هو شعبة من شعب الإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أبلغنا أن الإيمان 70 شعبة. حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال له: إن أخي هذا يستحي. فقال له: إن الحياء شعبة من شعب الإيمان. كان الرجل بيلوم على أخوه إن هو عنده حياء. المهم في هذا الحديث: إذا لم تستحي فافعل ما شئت. هذه الجملة إذا لم يمنع الشخص حياءه من الله سبحانه وتعالى ثم من الناس فليفعل ما شاء. وللأسف الشديد هناك الكثير من الناس قد فقدوا الحياء بطريقة غير عادية. وفقد الحياء مش فقط في التعري، فقد الحياء مش فقط في قلة الأدب وطولة اللسان، فقد الحياء ممكن كمان إن هو يستولي على حقك بدون وجه حق، فقد الحياء إن هو يدور على واسطة عشان ياخد حقك وحق ابنك وحق غيرك، فقد الحياء إن أنا أكون واسطة لحد ما يستحقش، أديله حق مش من حقه، يعني آخد حق مش بتاعي وديه لحد تاني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقائنا القادم في حديث آخر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.